بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح برنامج الأوتوكاد نسخة 2024، والنهاردة هشرح أمر التعديل على الرسومات اللي هو من موديفاي أمر ألاين. أنا هاجي أفتح السهم ده كده، عندي هنا أمر ألاين، أو إن أنا بكتب في الكوماند هنا AL اللي هي اختصار ألاين، بدوس إنتر. أنا عايزة أعمل ألاين للمستطيل ده على الخط ده. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ واختار ريكتانجل، وبعدين ادوس انتر، واختار الفيرست بوينت للخط اللي انا هعمل له الاين محاذاه هنا مع النقطه دي الاند بوينت دي، وبعدين اختار الخط ده مع الاند بوينت دي. هنا بقى الثيرد سورس بوينت ايه معناها؟ ان انا بختار نقطه من اي مكان، ادي النقطه دي كده مثلا، تمام، واختار اتجاه اللي انا هعمل عليه الالاين. يعني انا لو عملت هنا عند الخط من هنا الجهة دي كده ودوست كده، الفراغ ده عمله لي في الجزء ده، تمام. طيب لو انا هعكس اوريكم دلوقتي، هقول له align واختار الشكل، بعدين اول نقطة، وبعدين تاني نقطة، واختار من المنتصف، وهنا بقى اختار هنا يكون الاتجاه بتاعه في الجهة دي كده مش بره، هنا اهو عمله لي زي ما احنا شايفين كده العكس. ده معنى الثيرد، تمام. طيب انا هقول له اندو، واجي اقول له الاين تاني، واختار الشكل بتاعنا، وانا عايزه الخط اللي انا هعمل له الاين ده يكون نفس مقاس الخط ده. اعمل ايه؟ هاجي اختار كده، تمام، واختار النقطه دي. ممكن النقطه الثالثه انا مش عايزاها او مش هحددها، ادوس انتر على طول. هنا بقى بيقول لي يخلي الخط ده نفس المقاس ولا لا؟ انا هقول له يس. شايفين اتغير على طول الحجم بتاع الريكتانجل، الخط اللي انا عملت له الاين بقى نفس مقاس الخط اللي انا بعمل عليه. طيب انا هاجي اقول له اندو، واجي اقول له الاين اهي، ونشوف العكس بتاعها برضو، الفيرست بوينت والسكند بوينت، وبعدين برضو هدوس انتر، وهقول له المره دي نو، عمل لي الاين لكن احتفظ لي بنفس الحجم للريكتانجل. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.